دنياتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، دنياتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأرى باب السلام يا زكي الجدود، وأرى باب السلام يا زكي الجدود. عرفت الهوى مذ عرفت هوى، عرفت الهوى مذ عرفت هوى، وأغلقت قلبي على من عاداك، وأغلقت قلبي على من عاداك. الأمن الحقيقي هو أن يلتجئ الإنسان بقلبه وتوكله إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده كل شيء، وهو الذي سبحانه وتعالى يسير الكون كما يريد وبإرادته. إذن هذا المعنى ساق الناس إلى ما يجعل قلوبهم مطمئنة، والله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناس اليوم ربما يلتجئون إلى اليوغا أو يلتجئون إلى بعض الرياضات النفسية لأنها تدفع حالي من السكينة، حالي من الطمأنينة الروحية إلى قلوبهم. طيب فكيف يكون الحال مع أعظم ما يكون من أسباب الطمأنينة وهو ذكر الله تعالى وهو التصوف؟ ما معنى ذكر الله؟ يعني أنك دائما متذكر أنك بمعية الله، متذكر أنك في أنظار الله، متذكر أنك في عناية الله. ولذلك القصة الشهيرة لما الولي علمه أستاذه وشيخه كيف يبدأ سلوكه إلى الله عز وجل، قال له قل في نفسك وأنت تراقب هذا المعنى: الله معي، الله ناظري، الله شاهد إلي. وكررها: الله معي، الله ناظري، الله شاهد علي. هذا المعنى من الشعور بأنك في مراقبة الله هو الذي يعطيك الطمأنينة الحقيقية، السكينة الحقيقية، لأنه من كان مع الله فمن هذا الذي يكون عليه؟ من كان مع الله وكان الله تعالى حافظا له، من هذا الذي يستطيع أن يؤذيه؟ إذا عدنا إلى أصل التصوف وهو الإحسان، ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. هذا تعريف التصوف كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة، النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقفوا عند كل لفظ، قد لا يتدبر الإنسان هذه المعاني لكنهم تدبروها، قد لا يلتفت إلى معناها. عندما يقول فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، عندما يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وعندما يقول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إيش يعني ولاية؟ الولاية هي أن يتولى ربي تبارك وتعالى أمر عبده فيتفضل عليه بالحفظ والعناية والرعاية والإحسان والإكرام، يصبح ولي من أولياء الله، يعني الله يتولى في شأنه جميعا. إذن الإيمان هو باب الولاية من الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا جل جلاله في علاه: الله ولي الذين آمنوا. فكل أمر يحقق لنا مزيد من الإيمان يصبح علاقته بالولاية أكثر، ما يزيد في إيماننا يزيد في تولي المولى تبارك وتعالى لأمرنا، نصبح من أولياء الله تبارك وتعالى في علاه. فإذا كان التصوف هو تلك الحالة الراقية التي تزيدنا في الإيمان والخشوع والعبودية لله تبارك وتعالى، تحملنا على بساط الذكر للمولى جل جلاله في علاه، ونتذوق أحوال الذاكرين وأحوال المؤمنين، ونغيب في هذا المعنى في العبودية مع الله تبارك وتعالى،
ويصير ما عندنا أطماع يعني في دنيوية نقطفها من الحرام ونقطفها من السلوكيات الباطلة، وإنما نعيش على معنى حقيقة الإيمان في الالتزام بضوابط الشريعة، ولكن الهم هو الله. لذلك إذا زاد التصوف في إيماننا فهو علاقته بالولاية علاقة وثيقة. إذا كان هو طريق للوصول إلى حقائق الإيمان فيصبح الوصول إلى الولاية من طريق التصوف هو طريق مضمون وسريع ويعني مجدي، لأنه يعني يسهل على السالك حقيقة هذا الوصول، حقيقة الوصول إلى هذا الهدف العظيم، ومن خلال تحقيق أسباب اتصاف العبد بالإيمان، وهو خضوعه وخشوعه وأدبه مع الله تبارك وتعالى وأدبه مع الناس. أن تبحث عن هدوء نفسك ليس بالشيء المستحيل عندما تكون ناظرا إلى الله بكل ما فيك، بكل ما في أعمالك. كل ما يسير أمام عينيك هو نفحات من الله، تذكرها جيدا. الله قريب، الله قريب، الله قريب. الله نور العرش والعرش انطوى، فيه الوجود لذا عليه قد استوى. الله نور العرش والعرش انطوى، فيه الوجود لذا عليه قد استوى. يا من يقوم بطي أوهام السوى، الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. تهذيب الأخلاق والثناء على الخلق العظيم، فالله تعالى ما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كما أثنى على خلقه، قال وإنك لعلى خلق عظيم، ثم قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما إصلاح القلب فقد ورد في الحديث الصحيح إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، في رواية صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في القرآن الكريم إلا من أتى الله بقلب سليم. اتقوا فراسة المؤمن فإنما ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد المريد أن قول الشيخ له في باب التربية والسلوك من هذا الباب فعليه أن يلتزم، ولا يقول له لما ولماذا وكيف ولماذا هذا الأمر وهكذا. هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية أنها تأتي من الإيمان والاعتقاد للمريد بأن شيخه شيخ عدل ضابط محقق شهد له العلماء بالصلاح والولاية، وأنه لا يخالف السنة ولا يخالف الكتاب، عندها يسلم له في باب التربية والسلوك من باب التسليم المطلق. وهذا هو الذي يجعله لا يقول له لا ولما وهكذا. الحياة زيارة لم تكن يوما دائمة لأحد، فبالعودة إلى سيرة أول المتصوفين محمدا عليه الصلاة والسلام نرى أنه كان يبحث عن الحياة القريبة من الله، حياة الآخرة حيث لا ظلم ولا لهو،
حيث لا قيل ولا قال، حيث لا ظل إلا ظله. ولنظر ماذا تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، أصبح عزفت نفسي عن الدنيا، واستوى عندي ذهبها وحجرها، وأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار يعذبون، في رواية يتعاون، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. هنا مشاهدة كأني، لأن هذه مشاهدة بالقلوب وليست بالعيون. فهنا قاطعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: بصرت فالزم، وفي رواية: عرفت فالزم. بدأنا نلتفت إلى ظاهر الحياة الدنيا وإلى ما هو عند الله، ووجدنا ربنا سبحانه وتعالى ينعي على أولئك الذين وقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وجدنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دم الشهيد أطيب عند الله من ريح المسك. وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن ركن من أركان الإسلام وهو الصيام يقول: لخلوف فم الصائم أحب عند الله من ريح المسك. كيف هذا؟ والخلوف رائحة كريهة، رائحة كريهة في ظاهر الحياة الدنيا، رائحة كريهة لو أننا لم نربطها بثوابها، ولكن عندما نرى الصورة الكلية للعالم للدنيا والآخرة فإننا نكون عرفنا شيئا من الحقيقة. هناك أناس سيقولون: ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ولكن القولة الصحيحة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الدعاء الصحيح الذي علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى. ولما نأتي ويقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. إذن الحياة الدنيا مع الحياة الآخرة تمثل حياة أرادها الله سبحانه وتعالى. الله أعطاك الوجود ووقته، وكذلك الإمداد منه رزقته، فإذا اعتمدت سواه فاحذر مقته، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. الله كان ولم يزل يا من لها فردا، فحقق في الحوادث أصلها، فالممكنات لدى الظهور أظلها، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. يا سراج الكون إني عاشق مزدهر، يا سراج الكون إني عاشق مزدهر، مغرم والمدح فني يا بدر الدمام، مغرم والمدح فني يا بدر الدمام.